هذا جيد. لا لست بل جيدة. أنت رائعة حقا. نلتقي إلى غدا. إلى اللقاء. لقد توفيت زوجة تشان. متى ذلك؟ توفيت منذ 3 أيام. لم أعرف. لم تأتي الأيام الماضية. لقد تخلصت من كل آلامها. شاركت في الجنازة. كانت هناك 8 سيارات. قال ابنه إنها تألمت كثيرا ولابد من إقامة جنازة كبيرة. في حياتها لم يهتم بها. ما فائدة البر بعد الرحيل؟ يفعل ذلك للتظاهر. ابنه غير بار؟ ليس واحدا. تشان لديه 3 أبناء وجميعهم أخذوا مكافأة تقاعد والدهم. الأبناء يتخلون عن الآباء. اسمعيني جيدا. أنت لا تزالين شابة لتجدي زوجا ليكون رفيقك حين تكبرين في السن. لما لا تحاولين فعل ذلك بنفسكما؟ أنا أجمعك بتشان، سيعجبك كثيرا. فقدت عقلك؟ لن أدخل نفسي في هذا. انظري. هل هذا هو حذاؤك؟ نعم. حذائي. أنت راضية؟ أجل. حسنا. إنه جيد. ضعيه في الكيس هنا في انتظارك ثانية. حسنا. شكرا. حسنا. وداعا. إلى اللقاء. سلام. لما واقفة هكذا؟ هيا تفضلي بالدخول. تعالي تفضلي. هيا. من الجيد أنك جئت لكي تساعدينني. سأكل شيئا. ألم تتناول إفطارك بعد؟ فتحت المحل منذ الصباح وبدأ الزبائن بالوصول. كيف حال العمل؟ جيد جدا، ولكن شخصا لا يكفي. هل فكرت أن تأتي لمساعدتي في العمل؟ لقد أخبرت البنتين لكنهما رفضتا الفكرة. نعم. لتطهي الحساء. منشغل؟ لن يستغرق دقائق، سوف أعده. تنظر إلي. دعينا نتزوج. كنت تتذمر دائما من حياتك معي. تحدثي مع الأبناء. حينما آتي إلى هنا فإني آتي خلسة. أخاف أن تعرف ابنتي شونكاي وشانغفان. لا تريدان التعامل معك مطلقا. تتمادى في طلباتك. بعد الوصول لهذا العمر ما الذي بقى؟ لا شيء، الصبر فقط. أنا لا أملك غير الصبر. في الماضي لم نهتم بأشياء كثيرة، لكن أنت الآن حين تتذكرينها سوف يصبح لها مذاقا خاصا جدا. أنت من تتذكر هذا وتريدني أن أتذكر كل الأشياء مثلك. قل لي كيف لك أن تكون متسلطا هكذا. تظن أنه يجب أن أنفذ لك كل ما تريد. تغادر حين تقرر وتعود حين تقرر لتسير حياتي وفقا لخططك. بالطبع لا،
نتزوج ثانية. لن تخدعني ولن أتجرع من نفس الكأس مرة أخرى. اسمعني جيدا، تبادل الزيارات بيننا يحدث فقط لأنك ساعدت شونكاي وأقرضتها المال، وهذا هو سبب مجيئي هنا. سرحت بفكرك. ما هذا الكلام؟ إنك تطلقين قذائف لهب. ما الذي قلته أنا؟ إنني فقط كنت أطرح الفكرة ولن أضغط عليك أبدا. لما غضبت إذن؟ إن الأمر يتطلب موافقتنا، وهو لن يتم بي فقط. جمعولين، لقد تخليت عن كبريائك وظهرت أمام أبنائك. اعتقدت أنك أقررت بخطئك. لم أتخيل أنك ستعود ثانية لتهاجمني من جديد. عنيدة، لماذا ذهبت إليه؟ ما كان يجب علي قوله لم أقل. لقد أفسدت كل الأمور. حسنا، لن أفكر. لقد استطعت قضاء 20 عاما بدونك. بني. أبي. أيوه، اشتقت إليك كثيرا. قبلني. مرحبا. مرحبا بك. أريدك أن توقع هنا. حسنا، وقع هنا. شكرا. شكرا. حقائبا. شكرا. أوه، هيا إلى البيت. يا أبي، أصبحت قصيرا. بل أنت الذي كبرت. أبي، فلتصحبني للتزلج. حسنا، سنعود للمنزل أولا. جدتك وعماتك ينتظرنك. لماذا؟ يفتقدونك. لماذا؟ أنت تطرح أسئلة كثيرة. لقد وصلنا. هل عادت شانتا؟ نعم، ألقي التحية. هيا تعال. هيا هيا هيا. حفيدي الكبير، اشتقت إليك. لا لا حفيدي. لا. لماذا لا؟ ها؟ لما؟ ألا تحبني؟ لا تحب جدتك؟ ها؟ كنت تحب أن أحتضنك فيما مضى، أتذكر؟ كنت أحتضنك دائما لتعبر الطريق. لما تغيرت هكذا؟ لا تحبني؟ إذن أنا لا أحبك. أغضبتها. غاضبة. جدتي. قبل جدتك. هيا هيا احتضن جدتك. زاد وزنك كبير. لنتناول الأطعمة الشهية. حبيبي تعال واحتضني. لا انزلي. افتقدتك كثيرا. بالطبع. هل تعرف من أنا؟ عمتي. سأصطحبها للمنتزه. حسنا، هيا اترك حقيبتك. عادة شانتو. ها؟ شانتو. شانتو، تعال هنا. شانتو. لا لا، دعمتك الكبرى تقبلك. شانتو. شانتو، سأنطق بك. ابن أمي. لا. هذا الجو الجميل قد لا يتاح له. لن تلحقي بي. هو من تسبب في هذا. ليتحمل. عن من تتحدثين؟ هيا تعال. من يكون غيره؟ وسأمر عليه أنا وابني غدا. سألحق بك. أنت لست مجبرا. لا لا، تجري بالك. حسنا حسنا، تعال هنا. انتبه من السقوط. أفتقدك. أمي، لقد أحضرت لك بعض الأشياء. ماذا سنأكل؟ أريد أن أكل السمك يا أمي. لقد صرت تشبهين السمك. سأعده أنا. دعني أقبلك. هيا هيا قبلني. هيا. هو؟ أجل هو. شكرا. تفضل. سعيد برؤيتك. أراك ثانية. حسنا. بكم الحقيبة؟ أي واحدة؟ هذه. تقصد هذه؟ إنها ليست للبيع. الثلاثة أنا أبقيهم لأبنائي. يمكنك بيعها وصنع غيرها. لا لا يمكن، هذه الحقائب لن أبيعها. لا تجيد العمل بالتجارة. أعتذر منك. لا.
تناول طعامك كله، لا تترك شيئا. لما لم تعد أختي؟ هي لن تأتي. تفضل. أخبرتني أن اليوم لديها غداء عمل. لن تذهب لتأكل، بل ستذهب لتشرب. هي لا تشرب أبدا. إذا لم تشرب ستفسد الصفقة. ولما ستفسد؟ والدك يعظم الأمور كثيرا. أنا لا أفهمك. عليك أن تلازمني وسوف تعرف. ما زالت ساخنة أم لا؟ سأتركها لأجله. لا، بل سأعطيها له قدمة واحدة. تعالي تعالي. يا أخوي استيقظ. شربت الكثير. لقد أزعجتني بالأمس. تقيأت علي، ولولاي لتجمدت بالخارج. لقد نمت على ذراعي ناكرة الجميل. يا أخوي اذهب واشتري الملح بسرعة وبيكربونات الصوديوم. حسنا، لحظة ارتدي ملابسي. مرحبا. إنه أنا. كيف عرفت هذا الرقم؟ إن زملائك أخبروني. لم تعد بيننا أي علاقة، لا تتصل بي ثانية. أفضل ألا تردي على هذا. حسنا، لن أرد. صاحبها. لما يبدو عليك كل هذا الخمول؟ صباح الخير. متعبة. هل لديك مسكن لألام الرأس الحادة؟ سوف يقتلني الألم. لما شربت الكثير؟ كيف تقولين هذا؟ لولا وجودي أنا لكنت أنت من تستلقين على الأرض. شكرا، أنا لا أعرف كيف أشكرك. لم نكن نوقع على عقد هذه الصفقة إلا بتضحياتك أنت. ما كان عليك أن تصلي لهذه المرحلة أبدا. متعبة.
هل جعلت من نفسي أضحوكة؟ أنت سيدة راقية وتحترم، ولكن كيف عدت بالأمس للمنزل؟ حاولت التذكر لكن بلا أي فائدة. أنت تعانين من النسيان. أوصلتك للمنزل بالأمس، كنت سأرافقك ولكنك رفضت، فراقبتك حتى دخلت المنزل. لقد تسببت في فوضى كبيرة. لقد تقيأت على ياوخوي ولم أتركه ينام للحظة طوال الليل. يبدو أنه عنفك. لم يفعل. لقد كان طيبا للغاية. إن هذا مقلق للغاية. أحضري لي بعض الماء. أنت تضايقين الآخرين منذ الصباح. هيا. جدتي يوجد هنا ألعاب لتأخذ واحدة. جدتي لنشتري هذه. إنها الزهيدة الثمن، اشتري واحدة لأجل الطفل. ابق هنا ولا تبتعد، سأذهب للداخل وآتي سريعا. حسنا. لا تجر. أهلا، أنت بالمدرسة؟ لم ألتحق بها. إن وجهك مألوف لي جدا. أنت ابن من؟ أنا ابن أبي وأمي. أعرف أنك ابن أبيك وأمك. أيمكنك أن تخبرني من هو والدك؟ ومن الذي اصطحبك إلى هنا؟ جدتي. ومن تكون أنت؟ وهل تعرف أنني والد والدك؟ أنا جدك يا طفلي الصغير. أنا لم أرك في منزل جدتي. لابد أن أهتم بالمحل، لا أتركه. وأين هو محلك؟ هذا هو محلي. هيا ادخل لمحل جدك، هيا لنأكل معا. لن أذهب، سآكل مع جدتي في المنزل. لنتناول الطعام جميعا. حسنا. جدتي. أنت من أتيت به؟ لقد قال إنكما ستأكلان في البيت. أجل. حسنا، أنا سوف أدعوكما للأكل. لا. لنذهب. جدتي، لنذهب معا. هيا بنا. من فضلك، رجاء. هيا. وفقي. لا تعانديني أرجوك، هيا بنا. هيا لنذهب. لنأكل معا. جيمي، تعال هنا، تعال أسرع. ما هذا؟ السفيرة دوشان؟ سأضربك. لا تفعلي. المرضى، ما الأمر؟
أتيت لأسألك عن شخص يعمل هنا. إنه صيدلي واسمه هوانغ. صيدلي؟ أجل، صيدلي. أها. إن كان عندنا فماذا؟ أريد أن أعرف كيف يبدو. هو جيد. من أين؟ شانشي. إنه يتحدث بلهجة الجنوبيين وهو يشرب القهوة، يحرك أصابعه كأبرق بكين، ولديه عبارة كلاسيكية. الفتيات نوعان، الأولى تنسج الملابس والثانية هي التي تنسج الخيال. يا له من شخص غريب جدا. من يريد أن يتعرف به؟ هناك صديق لنا يود أن يعرف أختي شونكاي عليه، لذا أسأل عنه. لا يناسب أختك نهائيا، فهو صغير. هو أصغر منها في السن. حسنا، سوف أخبر أختي. تعالي عودي. ماذا؟ ما الأمر؟ فقط هذا؟ هناك شيء آخر؟ أدعوك لتناول الطعام. رائع، اتفقنا. سوف أرى جدول أعمالي. كأنك شخصية هامة. سأذهب لأبدل ملابسي، انتظرني. مضحك جدا. إنه غريب. أريد رؤيته. المرة القادمة. لن نأخذ دقيقة. ليس الآن. ليس. أخبرتك أننا لن نأخذ دقيقة. ليس الآن. قلت لك. هذا أنت حقا؟ قمي. لم أتوقع مقابلتك هنا. إنه يعمل بالمستشفى، لذا فهو موجود هنا. صحيح. مرحبا. مرحبا. متى عدت؟ عدت منذ أيام. لما أتيت؟ أنت مريضة؟ أمي مريضة وتجري فحوصات. مما تشكو؟ اضطرابات. والفحوصات؟ لم تنتهي، علي انتظار النتائج. لما لم تقولي؟ لم أرد أن أتعبك. سأساعدك. شكرا لك. لدي أمر ما، اذهب أنتما للاهتمام بالأمر. انتظريني، لن أتأخر. لا عليك، والدتها تحتاجك جدا، وأنا سأراك في يوم آخر. إلى اللقاء. حقا لن تغضب منا؟ إنها ليست ضيقة الأفق. هيا بنا إلى الداخل. حسنا، هيا. أنا لن ألومك أبدا، دائما ما تقول لي إنك قد نسيت حبك لها. رؤيتها تحولك لفأر. عليك أن تأتي لقسم القلب في الساعة الثانية. حسنا، شكرا. لا داعي للشكر. أتقبل دعوتي للغداء؟ لا داعي. لقد ساعدتني، فلابد أن أشكرك على ما فعلت. حسنا، هيا هيا. شنفا، سأدعوك للغداء بدلا منه. أمي افتحي. قادمة. انتظر لحظة. أين شربت هكذا حتى صرت ثقيلا كالدب؟ أمي. أمي أمي. دعانا مدير قسمنا الجديد. لقد جاء بنفسه لكي يستقبلني. إن ابني شخص هام. أنت في إجازة ولا يزال المدير يذكرك. هذا عظيم. قف. هذا الأمر لا يعنيك. كيف لا يعنيني؟ أريد التحدث. انتظر عودتي.
إن كنت تريد الحديث. كلا، تعالي. لا يستحق الاحترام. ماذا تفعل؟ اليوم يحتضنها، غدا سيركع. اتركني، ما الذي تفعله؟ قلت لك اتركني. هذا النصيب، جاهدت لأربيها. اتركني. يقلل من قيمة نفسي. لقد حاولت بكل الطرق أن تجعلني أترك بيتي. ابتعد عني. لن أترك ابني، هذا الابن البائس. ما هذا؟ ما بك يا أخوي؟ ما بك؟ ما الأمر؟ بني، ماذا حدث؟ لما تبكي هكذا؟ لقد شرب كثيرا، لندخله إلى الحجرة الآن. لا 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 لا، تعال معي. هيا هيا. أريد ماء، أشكرك. شكرا. ماذا تريدين؟ كالعادة، أنت تعرف ما الذي أحبه. هل ستسافرين؟ لا، أشعر أن العمل هنا أفضل بكثير. هذا رائع، ما دمت مقتنعة. متى ستتزوج؟ لم أفكر. وماذا ستفعل؟ لن أفعل شيئا. لم تعد صغيرا، يجب أن تتزوج. فكري في مشكلتك أنت أولا. لقد ماتت المشاعر وصار قلبي كالرماد المحترق. شنفا شنفا، هل أنت غبية أم لا تحبينه؟ هو لا يحبك أبدا، وعلاقتكما ليست عميقة. إذن لما أنت غاضبة هكذا؟ بهذا تثيرين غضبك بنفسك. إذن ها، أنا لن أغضب. فهمت، أنت تحبها. وكيف عرفتي؟ تعبير وجهك معها مختلفة عما كنت عليه معي. مختلفة؟ ليست تعابيري، إنما شعوري. أود معرفة شخصيتها. بريئة، طبيعية، تلقائية. لا أحتاج إلى أن أكتشف ما يدور ببالها. كل ما تشعر به يظهر عليها، ونحن معا لا نتحكم في بعضنا. علاقتنا هادئة، أشعر كأننا أصدقاء. بينكما علاقة حب؟ مرحبا مرحبا بكما. طلبت الطعام لأني جائعة جدا، ثم اكتشفت أنكما أتيتما، فأتيت لأنضم إليكما. هل أضايقكما؟ على الإطلاق، تفضلي. أتحمل خطيئة تركك جائعة، تعالي. تفضلي اجلسي. وما الذي تأكلينه؟ ألم تستطيعي الانتظار حتى أختار لك؟ ها؟ أنا ماهر في اختيار الطعام الغربي. ما هذا ها؟ حسنا، اختر أنت.
سأطلب شيئا آخر. أختار هذا الطبق. لا هذا هذا هذا؟ تأكلين الكثير. دائما تسعى للنجاح وتبتعد عن الفشل. حسنا يجب أن أذهب إلى المستشفى. ألن تأكلي معنا؟ الطبيب ليو في انتظارك الآن. وداعا. وداعا. لقد رأيتكما حينما دخلتما. لما لم تأتي حينها؟ حبيبان اجتمعا بعد غياب، فلما أتدخل؟ إن عقلك بداخله قرص صلب مليء بالقمامة وغير منظم مطلقا. ما الذي تفكرين فيه؟ أخبرني فيما كنتما تتحدثان معا. سأخبرك. تعالي. أنت تشعرين ببعض الغيرة. وهذا على أي أساس؟ ليس لي أي قيمة بداخلك؟ بالطبع لك قيمة تساوي قيمة هذا الطبق. هيا ساعدني في طلب الطعام. أنا لن أصبح رئيس القسم. لماذا؟ لكل منصب شخص واحد، ولقد تنافس الكثيرون. دائما تفوز في أي تنافس، لكن يبدو أن الطلاق أثر عليك. ليس الطلاق هو السبب يا أمي. لا تقلقي، أنا أضمن لك أن نجد دائما ما نأكله. قلت إني سأكون رئيسا، ولكن لم يتم اختياري. ألا يمكن أن تعمل سوى رئيس إن مكانك في العمل جيد جدا؟ حتى عملي لن يبقى. الرئيس الجديد أعطاني مهلة سنة لأجد في الوحدة قسما آخر. وسأحصل وقتها على نصف راتبي فقط. هل تعلمين لكم سنة عملت معهم؟ أتعلمين يا أمي؟ 12 عاما. لقد كنت أعمل بكل جهدي طوال هذه الأعوام. أما عن استكمال التعليم وعن شبابي، لن أفكر في التعليم ولن أهتم بشبابي. أنا الآن أستحق دكتوراه الرفض. ما هذا؟ ماذا تفعل؟ لا تبكي. هل تجد أن البكاء طريقة لحل المشكلة؟ أخبريني لما فعلوا هذا به؟ ها؟ أنا سأذهب لرؤسائه وأتحدث معه. أرجوك، هذا الأمر يخص يا أخوي. ويخصه وحده. حين يفكر الأبله يموت فورا من التفكير. شونكاي، يوم زواج واحد يعني أن تساعد بعضكما لنهاية العمر. لقد كنت عقلة وأنا كأم له. أيمكنني الاهتمام به طوال العمر؟ لقد اتصلت بي ابنتي، تريد مني أن أذهب لكي أهتم بأبنائها.
حين أذهب عليك أن تساعديه كثيرا. لا تدع ابني، أتوسل إليك، أرجوك أرجوك أرجوك. لا عليك يا أخوي، أنت أصبحت بهذا العمر ولازلت تسبب لنا القلق والرعب. ستتسبب في موتي من شدة قلقي عليك يا بني. ما هذا النصيب؟ ما هذا النصيب؟ تعال هكذا. حسنا حسنا كفى، لا تحفز على الأريكة يا بني، إنها لن تتحمل. إن الأريكة مصنوعة للجلوس فقط. كم الساعة؟ 11:00. سأعود للعمل. يا جدي دعنا نلعب قليلا معا. جدك لديه عمل، يجب أن أذهب. الشاب الذي يعمل معك يعتمد عليه ويستطيع القيام بعدة مهام من وحدة. أعتقد أنه جيد. حقا؟ إنه جيد. لا 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 لا، لا تقف هكذا. احترس لظهري. هيا انزل. فقط لدقيقة واحدة. دقيقة واحدة؟ سأعد لـ60، سأبدأ العد. ها؟ لا أريدك أن تذهب يا جدي. تعال لتتناول الطعام معنا، أم تود أن نقدم لك دعوة؟ ها؟ هيا تعال لتشرب. لنلعب قليلا. سأضعه هنا. هيا نلعب. هل أسألك سؤالا؟ لما تريد أن أحملك هكذا؟ لكي أبدو طويلا. تريد أن تكون طويلا؟ ولكنك حن على جدك، يبدو أنك مدلل. تذكرة واحدة. أنا معي هنا نقود، خذيها واشتري له واحدة. لا لا لا، جدك لديه عمل. سأصطحبك لتناول الطعام، هيا. فان. نعم. إلى أين؟ أمي، سأخرج مع ابن أخي. لقد انتهيت من إعداد الطعام، تناول. سنأكل بالخارج، هيا. هيا ستسعد كثيرا. أتساءل متى سينتهي هذا الوضع. ها؟ هل أنت شونكاي؟ نعم. اسمي هو وو لي مينغ. مرحبا مرحبا. تفضلي بالجلوس رجاء. مرحبا. احضري كوبا من المياه. وانت؟ اريد كوبا من الكولا، شكرا. حسنا. هل لديك ابناء؟ لا، ليس لدي. انت لا تملكين شقة. ساتحدث عن احوالي. انا اعمل في مدرسة، وظيفتي استاذ مساعد. عمري 41، لقد توفيت زوجتي العام الماضي. ابني عمره 15 عاما. المدرسة أعطتني شقة ولكني اشتريتها.
تتكون من حجرتين مساحتها متوسطة. سأقول لك أمرا، يوجد الكثير من الفتيات أكثر شبابا منك يرغبن كثيرا في التعرف على شخصيتي، لكني لم أوافق، أخاف أن يطمعن في أملاكي وقد يسيئن معاملة ابني، لذلك أختار شريكة على أساس مسبق كي لا تسيء معاملة ابني. ابني بحاجة إلى أم. أنا أعتذر وأنا لا أريد ابنا، أنا سأذهب الآن. وداعا.